كان جماعة ريما البلاد ديالنا داخلة في حرب ضد فيروس كورونا، وكيف كتعرفوا المرض راه موجود، وباش غنقضيو عليه نقضيو عليه بالتباعد الاجتماعي وبارتداء الكمامة. لهذا فالمرجو من الجميع باش يرتدي الكمامة ديالو ويحافظ على التباعد الاجتماعي. سكان جماعة ريما، الحمد لله الجماعة ديال ريما لحد الساعة ما سجلت حتى شي حالة، وباش نحافظوا على هاد المكتسبات خاصنا نلتزموا بالإجراءات الوقائية اللي مديرها السلطات المحلية. الحمد لله جماعة ريما لم تسجل أي حالة للإصابة بهذا الوباء، وذلك بتضافر كل من الجهود ديال السلطات المحلية والسلطات الصحية بالإضافة للمجلس الترابي لجماعة ريما. المرجو باش نلتزموا بالتباعد الاجتماعي، المرجو باش نلتزموا جميع بارتداء ديال الكمامة، المرجو باش نلتزموا بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المحلية والسلطات الصحية. الحمد لله احنا اليوم امام رهان، وللحفاظ على هذه المكتسبات يتوجب علينا جميع باش نحافظوا على هذه المكتسبات ونحافظوا على صفر حالة في جماعة ريما. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جمال خلدوني رئيس جماعة ريما التابعة لقيادة قيسر دائرة سطات الجنوبية إقليم سطات، تماشيا مع الخطاب الملكي السامي لذكرى ثورة الملك والشعب، عاشت الجماعة الترابية ريما صبيحة يومه حملة تعقيم واسعة شملت مقر الجماعة ومجموعة من المرافق الأخرى التي تشكل قبلة لساكنة الجماعة. ومن أجل إنجاح الدخول المدرسي في ظروف صحية تضمن سلامة التلاميذ والأطر التربوية، حيث تم تعقيم حافلات النقل المدرسي وكل مؤسسات الابتدائية والإعدادية إضافة لدار الطالبة، جدير بالذكر أن الجماعة الترابية ريما عبأت منذ بداية جائحة كورونا مختلف إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية من أجل مواجهة هذا الوباء اللعين، علما أن هذه الجماعة والحمد لله لم تسجل أي حالة إصابة بالوباء. ومن هنا أغتنم الفرصة لشكر السلطة الإقليمية في شخص عامل إقليم سطات والمندوبية الجهوية للصحة وكذا قائد قيادة قيسر ومختلف المتدخلين لتجندهم الدائم لمحاربة جائحة كورونا. والسلام عليكم ورحمة الله.